السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم فطائر المقلات، يعني راح نطيبوهم بدون فرن. تقدروا تطيبوهم في المري، تقدروا تطيبوهم في الطاجين ولا في المقلاة فقط. العجينة ديالهم بزاف سهلة ونتيجتها روعة. أما الحشوة درتها بالفرماج، شوية فلفل حلو ونص صدر دجاج. وإذا حبيتوا الحشوة اقتصادية أكثر، استغنوا كامل على هذاك نص تاع صدر دجاج وديروا الحشوة بالخضار فقط. لكن في الأول صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وديروا جيم للفيديو طبعا فضلا وليس أمرا. راح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. راح نبدأ بالحشوة. عندي حبة تاع بصل كبيرة، عندي حبة تاع فلفل خضراء وحبة تاع فلفل حمراء. هنا عندي نص صدر تاع دجاج كنت أشيته، وعندي كمية من الزيتون بدون عظم كذلك كنت أشيتها. استخدموا الكمية اللي حبيتوها، يعني إذا استغنيتوا على هذاك نص صدر تاع الدجاج، هذيك الكمية تاع الزيتون راح تمد لكم واحد البنة ما شاء الله لهذه الحشوة. كنت خديت مقلاة درت فيها 3 ملاعق كبيرة من الزيت، درت هذيك الكمية تاع البصل، هذيك الحبة تاع فلفل خضراء والحبة تاع فلفل حمراء. يعني إذا ما كانش عندكم الفلفل الأحمر تقدروا تستغنوا عليه نهائيا في الوصفة. حمستهم شوية في هذاك الزيت ودرتهم على جهة في المقلاة، والجهة الأخرى درت فيها هذاك النص صدر تاع الدجاج اللي أشيتو هكذا، يعني باش ما نستخدموش زوج مقلات ونقصوا على رواحتنا شوية الماعن. هايليك يعني توجور الفيون داشي ولا دان داشي ولا هذا السطر تاع الدجاج، يعني لما ديروهم في المقلات حاولوا كشغل تقطعوهم بالملعقه هكذا باش يجوكم مفتولين كي البركوكس وما يجوكمش كتله واحده. درت الغطاء خليتهم حوالي 2-3 دقائق فقط، وبعدها راح نتبلوا هذا المزيج بالقليل من الملح. اذا درتوا الكميه تاع الزيتون، يعني انا الزيتون درتو بلا ما غليته ولهذا حادروا في الكميه تاع الملح. درت شويه فلفل كحل، درت شويه بابريكا، درت كميه من معجون الطماطم، وكذلك درت شويه من المعدنوس المجفف. اذا ما عندكمش ديروا المعدنوس الطازج. هنايا فرغت حوالي نص كاس تاع الماء، وزدت فرغت نص كاس واحد اخر، يعني هذه الكميه تاع الماء راح تخلينا هذاك المعجون تاع الطماطم يطيب، وكذلك يعني راح يزيدوا يتبالوا هذوك الخضار وهذاك السطر تاع الدجاج. ندير لها الغطاء ونخليها طيب على نار هادئه. بالنسبه للعجين درت ربع كؤوس من الفارينه، وعندي كاس من السميد الناعم، عندي مغرف كبيره من السكر ومغرف كبيره من الخميره الخاصه بالخبز. لكن نصيحه، يعني مع راهي سخانه بزاف حاولوا هذيك المغرف تاعكم يعني ما تعمروهاش مليح. استخدموا بين نص ملعقه كبيره وملعقه كبيره تكون ممسوحه. درت حوالي نص ملعقه صغيره من الملح، والملح تاعكم يعني تقدروا ديروه على حسب الذوق. درت كذلك علبه من الياورت ناتور من وزن 10 غرام، وراح نفرغ حوالي 3 ملاعق كبيره من الزيت. بالنسبه للياورت الطبيعي، يعني تقدروا تطموا هذه العجينه بكاس من الحليب الدافئ وتزيدوا تكملوا بالماء. تقدروا ديروا زوج ملاعق كبيره من الحليب الباودر وتطموا العجينه تاعكم بالماء كيما حبيتوا، لكن يعني الياورت الطبيعي ولا الرايب كذلك تقدروا تستخدموه، راح يمد لكم واحد الهشاشه لهذه العجينه ما شاء الله. هنا كيما شفتوا فرغت كاس تاع الماء الدافئ، ضميت به العجينه وزدت عيرت نص كاس واحد اخر، يعني هذا النص تاع كاس راح نفرغ بشويه ونشوف القوام تاع العجين. يعني هنا لازم العجينه اللي راح تحصلوا عليها في الاخير تكون طريه ونوعا ما تلتصق في الايادي هكذا، باش هاد الفطائر يجيكم بزاف خفاف وبزاف شابين. بالنسبة للكمية تاع الماء اللي استخدمتها هي كاس ونص. سعة الكاس اللي راني نخدم بها 220 مليلتر، معناتها السوائل درنا علبة من الياورت ناتير وكاس ونص من الماء الدافئ. العجينة كيما شفتو طميتها، فقط درت لها كيس بلاستيكي ورحت نطلع على هذيك الحشوة. شوفوا يعني الكمية تاع الماء اللي درتها كامل نشفت لي في الاخير كامل. ضفت هذاك الزيتون، يعني انا علاه درت هذاك الزيتون في الاخير كامل هكذا باش تبقى لي هذيك البنة تاع الزيتون. ولهذا قلت لكم يعني في البداية ديروا شوية تاع ملح فقط، ولما تضيفوا الكمية تاع الزيتون عدلوا الملح ديالكم. هاي لك العجينة بعد ما خليتها يعني حوالي 2 دقائق فقط، يعني لما نخلو العجينة تاعنا ترتاح راح تطرى شوية وتطلق روحها، ولما نجو ندلكو فيها يعني راح نلقاوها سهلة. حطيتها فوق سطح العمل وبديت ندلك فيها، يعني هنا راح ندلكوها حوالي 2-3 دقائق. تحبوا تزيدوا لها على هاد المدة لكم الاختيار. خديت هذيك الجفنه اللي طميت فيها العجينه، درت فيها كميه من الزيت، درت لها كيس بلاستيكي راح نغطيها بفوطه تاع مطبخ ونخلي هاد العجينه حتى يتضاعف الحجم مرتين. يعني هنا المده تاع التخمير راح تكون على حسب درجه حراره المطبخ. انا خليتها حوالي 10 دقائق فقط ولقيتها بهذا الشكل.
انا خديت سنيوه درت فيها كميه من الزيت، يعني انا راح نشكلو خبيزات صغار. انا هاد المقادير تاع العجينه داروا لي 11 فطيره، يعني درتهم متوسطين في الحجم، ما درتهمش بزاف كبار وما درتهمش بزاف صغار. تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا في الحجم تاع الفطائر لكم الاختيار. انا يعني راح تقسموا العجينه عادي، درنا هذه الطريقة في عدة مرات وراني متأكدة يعني كامل اللي يحبوا الفطائر يحبوا البيتزات يحبوا العجين، يعني هاد الحوايج يجيهم بزاف سهلين. لكن يعني توجوه نفكروا في المبتدئات، ضروري نوري لهم هاد المراحل هكذا باش هما تاني يقدروا يجربوا هاد الوصفات. هاي لك العجينة تاعي بعد ما شكلتها كريات، الحشوة تاعنا راهي باردة، النوعية تاع الفرماج يعني توجوه راني نوريها لكم، سكرفجتها فقط في سكرفاج رقيق واستخدمت شوية من السميد الناعم. راح نبداو بالكوريه الاولى يعني بدون ما نخلوهم يرتاحوا. انا في فصل الصيف يعني مباشره نشكلوا الكوريات نبداو نحشو فيها. والان انتبهوا معايا لانه هذه هي اهم مرحله في صنع هذا الفطائر. شوفوا هنا كيفاش راني نخبز، راني نخبز في الاطراف فقط والوسط مانيش نمس فيه كامل، يعني من داك فقط نجوز عليه شويه. هاي ليك يعني بهذه الطريقه الوسط تاعكم لما يقعد خشين من بعد لما نحشو هذوك الفطائر ما راحش يتقبونا من الجهه الاخرى. شوفوا هنايا درت كميه من الفرماج، راح ندير حوالي زوج ملاعق كبيره من الحشو اللي برد لي تماما وما فيهش كامل السائل، ضروري يكون ناشف هكذا باش ما تخرجناش الحشوه من هذا العجين. شوفوا الان راح نجبد هذوك الاطراف اللي رققتهم ونكمسهم كامل على شكل سره. هاي ليك نزيد ندردر فوقها شويه سميد هكذا باش ما تلصقليش ونحطها جانبا. راح نزيد ونديرو حبه واحده اخرى. هاي ليك يعني حطوها من هذيك الجهه اللي غلقتو فيها في البدايه كامل. هاي ليك شوفوا يعني نديرو الاطراف والوسط نخلوه شويه مرتفع، يعني ما نخبزوهش من داك فقط نجوزو عليه. هاد الجهه اللي خليتها خشينه هي اللي راح تكون من الجهه التحتانيه تاع هذوك الفطائر. من بعد لما يرتاحوا شويه ونخبزوهم هذيك الحشوه ما راحش تتقبلنا العجين، ويعني يجونا الشكل تاع الفطائر ماهوش شباب. وهذيك الجهه اللي راح نكمسوها كذلك راح تكون خشينه لما نخبزوهم، يعني راح يجوا سوا سوا. ان شاء الله فقط تكون وصلتكم الفكره، يعني اذا ما شرحت لكمش مليح ولا ما قدرتش نوصل لكم الفكره يعني الصوره راهي تشرح روحها. هاي ليك بعد ما كسلت هذيك العجينه درت كميه من الفرماج درت كميه من الحشو. هاي ليك شوفوا الطريقه، يعني لما ترفدوا هذوك الاطراف حاولوا شويه تكسلوا العجينه هكذا باش تقدروا تطموهم كامل في الوسط. هاي ليك يعني طريقه سهله جدا للمبتدئات، ربما الحبه الاولى الحبه الثانيه تجيكم شويه صعيبه ومن بعد راح تمشي يدكم. هذا هو الانستغرام تاعي اللي راه يظهر في الصوره، تحبوا تتواصلوا معايا تحبوا تبعثوا لي تطبيقاتكم للوصفات، واللي ماهوش مشتركين فيه طبعا راح يشتركوا هكذا باش نزيدو نكبروا العائله تاعنا كذلك على الانستغرام. يعني مرات ندير فيه فيديوهات قصيره، مرات يعني ندير فيه الفيديو اللي راح ننزلو من غدوه داك هكذا باش يكون التواصل ما بيناتنا سهل. وكذلك يعني التطبيقات كامل اللي راح تبعثوهم لي على الانستغرام يعني نخير تطبيق او اثنان وننشر لكم في المنتدى. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، واللي ما يعرف صندوق الوصف هو هذاك السهم الصغير اللي تلقاوه اسفل الفيديو، اضغطوا عليه فقط وراح يدخلكم مباشره في صندوق الوصف. ان شاء الله فقط تكون تجيكم هذه الطريقه تاع حشو الفطائر سهله، لانها طريقه مليحه وراح تمد لكم نتيجه مثاليه في الاخير. اللي يعني تحشي الفطائر تاعها ولما تحشيهم وتكون طيب فيهم في الطاجين ولا ينتقبولها كامل، جربي هذه الطريقه واكيد اكيد راح تكون المعتمده عندك. هاي لك الان بعد ما خبزنا هذوك الخبزات يعني ما تخلوهمش يرتاحوا، خصوصا اذا كنتوا في فصل الصيف، يعني نتوما راكم تخدموا فيهم وهما راهم يتخمروا في نفس الوقت. انا شوفوا كيف راني نخبز فيهم، يعني ما تضغطوش عليهم بزاف، يعني هنايا راح تضغطوا بالعقل فقط. لكن شوفوا هذاك المكان اللي خليناه مقبل خشين، لما يعني تبداو تخبزوا في الفطائر تاعكم يعني شوفوا جايه كيما لتحت كيما الفوق. كاين يعني بزاف اللي يكسلوا العجينه تاعهم عادي يديروا الحشوه ويكمسوها ومن بعد لما يجوا يخبزوا فيها والطيب كامل يلقاوها في هذيك الجهه اللي غلقوا منها يعني جايه بزاف خشينه، وهذيك الجهه التحتانيه يعني يلقاوها يا اما رقيقه يا اما تتقبلهم كامل بهذيك الحشوه. في اخر الفيديو راح نفتح لكم فطيره وراح تشوفوها يعني تجي كيما الفوق كيما التحت كيف كيف. انا كنت سخنت المري تاعي على نار من متوسطه الى هادئه، ضروري النار تاعكم تكون شويه ناقصه باش هاد الفطائر يطيبوا لكم في غرضهم. انا شوفوا يعني لما حطيتهم تم قلبتهم، وراح نزيد نقلب ونعاود نقلب ونعاود حتى ياخذوا لي هذه التحميره الشابه. بالنسبه للاطراف انا خليتهم هكذا يعني جاوا بزاف شابين، تحبوا يعني تحوشوهم ولا تعطوا لهم لون لكم الاختيار.
هاي ليك، يعني راح نطيبه بالعقل بالعقل حتى نكملو كامل الكمية نتاع الفطائر. يعني صراحة جاو بزاف شابين، الحشوة كذلك جات بزاف بنينة. تحبوا تغيروا في الحشوة تاعكم كيما حبيتوا، يعني ديروه بالخضار، يعني ديروا البصل والطوماطيش والفلفل الحلو فقط، والله غير تجي الحشوة ما شاء الله. تحبوا كذلك تنحوا هذاك الصدر تاع الدجاج، تحبوا ديروا تونة بالطماطم، لكن يعني هذاك الزيتون لما تقاشي وديروا لأي حشوة راح تجيكم نتيجة ما شاء الله. أنا شوفوا الخبزات كيفاش جاو، يعني جاو ما شاء الله. هذاك الحشو جا في الوسط وجات نفس السمك كيما الفوق كيما التحت كيف كيف. جربوا هذيك الطريقه تاع الحشو واكيد اكيد راح تكون المعتمده عندكم. انا هاد الفطائر تقليت معهم شويه بطاطا مقليه، يعني ولادي فتحوا هاد الفطائر وزادوا عمروا فيهم كذلك البطاطا مقليه، داروا المايونيز، جاو بزاف ابن. ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، واذا جربتوها تاكلوها بالصحه والهنا. هذه نهايه الوصفه، وفي الاخير ما عليا الا نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.